السلام عليكم. درسنا اليوم في مكون القسط بعنوان أشكر الناس. أهداف التعلم: أتعرف عبارات شكر الناس، أستعمل عبارات الشكر في الوقت المناسب، أشكر كل من أسدى إلي خيرا. أستمع وأفهم. نبدأ قراءتنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. يجب علينا دائما أعزائي الأطفال أن نشكر من يقدم لنا يد العون. ننتقل إلى ألاحظ وأتعرف. إذا لاحظوا الصورة جيدا، ماذا تلاحظون في الصورة؟ ألاحظ في الصورة بنت مريضة. أحسنت. الآن نقرأ النص الحواري الذي دار بين الأم والطبيب والبنت. الأم: لن أنسى فضلك يا طبيب. الطبيب: الفضل لله تعالى، قمت فقط بواجبي. البنت: شكرا لك يا طبيب، شكرا لك يا أمي. الأم: الحمد والشكر لله يا بنيتي. فالطبيب هنا قام بمعالجة البنت وشكرته البنت على تقديم العون لها. ننتقل أعزائي إلى أنجز وأكتسب. أصل بخط العبارة الصحيحة. أعبر عن شكري. إذن أعبر عن شكري للناس بأن أقول: جزاك الله خيرا، لم يعجبني عملك، شكر الله لك. إذن ما هي العبارة الصحيحة التي أشكر بها الناس؟ إذن العبارة التي أشكر بها الناس هي العبارة الأولى: جزاك الله خيرا. وأيضا العبارة الأخيرة: شكر الله لك. إذن يجب علينا أن نشكر كل من ساعدنا بقول جزاك الله خيرا وشكر الله لك.